الله. أنا محمود عبد الله عبد الله سالم عدال محافظة الصعدة، تم بالتحاقيم عن حوثي وانزلاقنا إلى الجوف، وتم هناك المواجهة نحن والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الخنجر، وتم جرحي فأخذوني المقاومة الشعبية وقاموا بعلاجي ونقلونا إلى السجن، والآن تم إفراجنا من قبلهم. ونحن نشكر الشيخ سلمان ومنظمة حقوق الإنسان والمقاومة الشعبية بشكل عام. كما أني أوجه نصيحة إلى أطفال محافظات اليمن الذي تحت ميليشيات الحوثي الذي في الجبهات، إنهم يعودون إلى مدارسهم ويرضوا أمهاتهم وآبائهم، وإن شاء الله سيكون مستقبلهم أفضل. وهذا نصيحتي وشكرا.